كتل خرسانية تزن آلاف الأطنان معلقة في الهواء تستند على أعمدة شاهقة، جسور شاهدة على عظمة الهندسة من جسر دانيانغ كونشان الذي يعانق الأفق بامتداده الأسطوري على مسافة 164 كيلومتر إلى جسر هونغ كونغ تشوهاي ماكاو الذي يخترق البحر بأجنحته المصنوعة من الخرسانة والفولاذ. الصين والجسور العملاقة تحف هندسية جبارة تتجاوز حدود المنطق والعقل. ما ينتظركم هو فيديو يخطف الأنفاس من العيار الثقيل، لكن قبل أن نبدأ معكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أعلى جسور العالم، أطول جسور العالم، وأعلى الجسور تكلفة في التاريخ. ثلاثة أشياء تجتمع في بلد واحد هو الصين. ولكي تعرفوا حجم التضحيات المالية والهندسية التي تضعها الصين في مجال بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية، يكفي أن نحكي لكم قصة مقاطعة كويتشو التي ستكون بمثابة نموذج لنا في هذا الفيديو. 38 مليونا يعيشون هنا على مساحة قليلة، 68 ألف ميل مربع، في عمق الزاوية الجنوبية الغربية الجبلية من الصين. تبلغ مساحة كويتشو ربع مساحة ولاية تكساس تقريبا. تعد واحدة من أفقر الأماكن وأقلها كثافة سكانية في الصين بأكملها. يعيش العديد من سكان كويتشو في قرى ومستوطنات ريفية بدائية من الحد الأدنى من التنمية الصناعية. لكن تعد هذه المقاطعة الجبلية غنية بالموارد الطبيعية الوفيرة مثل الفحم والأخشاب والمعادن الأخرى، وبفضل مكانتها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والأراضي المفتوحة. برزت كويتشو أيضا كنقطة ساخنة لتطوير الصناعة والتكنولوجيا، لكن للاستفادة من هذه الموارد الوفيرة احتاجت كويتشو إلى ربط نفسها ببقية الصين. لذا اتخذت الحكومة الصينية قرارا بضخ مليارات الدولارات في تطوير شبكة الطرق السريعة في كويتشو. إن القيام بذلك من شأنه أن يثبت أنه مشروع طموح للغاية، حيث تنقسم مساحة كبيرة بين المقاطعة بواسطة الأخاديد العميقة ووديان الأنهار. إن إنشاء شبكة نقل حديثة في كويتشو يتطلب عشرات الجسور التي تمتد عبر الهاويات والأنهار على عمق 2000 قدم تقريبا تحت سطح الجسر. بدأت طفرة بناء الجسور في كويتشو عام 2001 ببناء ما كان أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم. ثم جاءت جسور الطرق مع افتتاح جسر طريق كوانشينغ السريع فوق نهر بيبان. تحولت عملية بناء هذه الجسور الضخمة إلى عملية دقيقة من قبل المهندسين والعمال الصينيين، حيث سيتم بناء بعضها في أقل من 3 سنوات. في عام 2009 بدأت كويتشو في إدراج نفسها في قائمة أطول الجسور في العالم، ومنذ ذلك الحين لا يوجد مكان آخر في العالم حيث تم بناء جسور بهذا الحجم وبهذه السرعة. وأصبح حجم الطموح في المقاطعة لا مثيل له. في عام 2017 مثلا حدد الحاكم سين تشي جانغ هدفا لبناء 10,000 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول عام 2020. ولك أن تتخيل أن طول الطرق السريعة في فرنسا بالكامل 8,600 كيلومتر. حاليا تتراوح الجسور في كويتشو من الجسور المعلقة والجسور المدعومة بالكابلات إلى الأقواس الفولاذية أو الجسور الخرسانية ذات الأرصفة الضخمة. لا تتميز الجسور بطولها فحسب، بل إن امتداداتها طويلة أيضا، حيث يزيد طول الامتدادات المعلقة عن 2500 قدم. إذا ذهبنا إلى الولايات المتحدة سنجد أن أعلى جسر فيها هو جسر مايك أوكالاغان باتيلمان التذكاري فوق نهر كولورادو بين أريزونا ونيفادا بارتفاع 890 قدم للمشاة. وفي كويتشو وحدها يوجد 17 جسرا أطول، بالإضافة إلى خلق طرق للتجارة مع بقية الصين. حولت الجسور في كويتشو المنطقة إلى وجهة سياحية. يزور المقاطعة ما يزيد عن 700 ألف شخص كل عام لمشاهدة الجسور والتجول فيها. وهناك أيضا متحف يعرض الهندسة والتكنولوجيا وراء الجسور، لكن هذه الجسور والطرق المتطورة لم تكن مجانية أبدا. ففي نهاية السنة المالية لعام 2022 بلغت ديون كويتشو المستحقة 388 مليار دولار، مما يضع هذه المقاطعة الصينية بمأزق حقيقي.
وما تحتاجه الآن هو أن تبدأ بالاستفادة من التنمية التي حدثت فيها، وإلا فهي بحاجة إلى مساعدة عاجلة من الحكومة الصينية. والآن إليكم أكثر 5 جسور تحدت بها الصين حدود العقل والمنطق. هونغ كونغ تشوهاي ماكاو. يعرف الجسر رسميا باسم جسر هونغ كونغ تشوهاي ماكاو، يبلغ طوله 55 كيلومتر. استغرق بناؤه 9 سنوات بتكلفة تجاوزت 20 مليار دولار. نجح بتقليل وقت السفر بين مواقعه الثلاثة النهائية على طول دلتا نهر اللؤلؤ هونغ كونغ وتشوهاي وماكاو من 3 ساعات إلى 30 دقيقة. يتكون من 3 جسور مدعومة بالكابلات ونفق تحت البحر و4 جزر اصطناعية. تم تصميمه ليحتمل الزلازل والأعاصير والاصطدامات مع سفن الشحن، مع استخدام 400,000 طن من الفولاذ للتسليح. تم بناء جزر اصطناعية في المياه الضحلة لتطفو عند عبور الجسر. تستخدم 2 من الجزر كمداخل ومخارج لنفق يبلغ طوله 4 أميال. جسر دانيانغ كونشان الكبير. يبلغ طوله 164 كيلومترا و800 متر، ويحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس باعتباره أطول جسر في العالم. اكتمل بناؤه عام 2010. بني بشكل أساسي لدعم خط السكة الحديدية عالي السرعة بين بكين وشنغهاي. يمر الجسر عبر المناظر الطبيعية للأنهار وحقول الأرز والقنوات. تم بناؤه على مدى 4 سنوات مع 10,000 عامل وبكلفة حوالي 8,500,000,000 دولار. يتضمن تصميمه المرن 450,000 طن من الفولاذ، ويمكنه تحمل الزلازل والأعاصير الشديدة. جسر تيانجين الكبير. يمتد جسر تيانجين الكبير، وهو عملاق معماري آخر، لمسافة 113 كيلومتر كجزء من خط سكة حديد بكين شنغهاي عالي السرعة. تطلب تقنيات بناء مبتكرة للتنقل في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، واكتمل هذا الجسر في عام 2010. وهناك أيضا جسر خليج هانغتشو. يعمل هذا الجسر السريع الذي يبلغ طوله 36 كيلومترا على تقليل وقت السفر بين نينغبو وشنغهاي. وأخيرا إليكم جسر خليج تشينغداو جياوزو. يربط هذا الجسر الذي يبلغ طوله 41 كيلومترا و600 متر مدينة تشينغداو الشرقية بجزيرة هوانغداو، مما يجعله أحد أطول الجسور فوق الماء. افتتح في عام 2011 بكلفة أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. أعلى جسور العالم. يقع في الصين 8 من أعلى 10 جسور في العالم. جسر ياتشي في مقاطعة كيوتشو بارتفاع 434 مترا. يبلغ طول أطول جسر فيه 800 متر. تم بناؤه في عام 2016، وكان في الواقع رابع أعلى جسر حتى عام 2020. في المركز الرابع وعلى ارتفاع 461 مترا يأتي جسر جينان. يقع الهيكل فوق سد جينان كياو الذي يسد أحيانا النهر بارتفاع 126 مترا. وثالثا يأتي جسر بولي في مقاطعة يونان بطول 485 مترا. يبلغ امتداد الهيكل الذي اكتمل في عام 2015 628 مترا. يجمع الهيكل الهجين بين تصميمات جسرية مختلفة. ثانيا يأتي جسر سيدوهي بالقرب من ياسان جوان، يبلغ ارتفاعه 500 متر، وكان أعلى جسر في العالم من عام 2009 إلى عام 2016. يبلغ طوله 1222 مترا، وطول المسافة بين الأبراج 900 متر. وخلال بناء الجسر المعلق تم نقل أول كابل معلق فوق الوادي لأول مرة باستخدام صاروخ عسكري بدلا من كابل تعليق مساعد. وأعلى جسر في العالم هو جسر بيبيان جيانغ على بعد 13 كيلومترا فقط من الجسر الثالث، وهو جزء من نفس الطريق السريع، ويرتفع 565 مترا فوق وادي بيبان جيانغ. ومنذ افتتاحه في عام 2016 أصبح أعلى جسر في العالم. يبلغ الطول الإجمالي للجسر المدعوم بالكابلات 1341 مترا.
هذه كانت رحلتنا إلى جسور الصين العملاقة، جسور تثبت أن المستحيل ليس صينياً. وأنت أخبرنا عن جسور عملاقة بنيت في بلدك.